thank mm -hmm. you شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه والفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي اصطفاف قوات التدخل السريع المحموله جوا ذات التشكيل الخاص والتي تتسم بالقدرات العاليه وطبيعه العمل الخاصه والتي تم تنظيمها وتسليحها وفقا لاحدث النظم العالميه بما يمكنها من الانتشار والتدخل السريع لتنفيذ كافه المهام والوصول الى مسارح العمليات المختلفه في اسرع وقت باحترافيه عاليه وتحت مختلف الظروف بما تمتلكه من إمكانات نيرانية وقتالية عالية والقدرة على المناورة وخفة الحركة، وألقى لواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها أن مقاتلي المنطقة يبذلون أقصى الجهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي وتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف متمسكين بقيم وثوابت العسكرية المصرية الأصيلة. واستمع الرئيس السيسي الى عرض تقرير الكفاءة القتالية والفنية لقوات التدخل السريع والتي تضم اكفأ العناصر من المشاة الميكانيكي والمدرعات والدفاع الجوي والمدفعية والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات وعدد من الطائرات المقاتلة والقوات الخاصة المجهزة للابرار الجوي. ثم قامت مجموعه من مقاتلي وحدات المظلات التي تدخل ضمن تشكيل قوات التدخل السريع باستعراض مهارات استخدام معدات الدلتا والخفاش الطائر التي تشكل احدى الوسائل المتطوره للوصول للاهداف بدقه ومرونه وسرعه عاليه وشهد الرئيس السيسي عرضا متحركا لاحدث انواع مركبات ومعدات القتال التي تتميز بالقدره النيرانيه العاليه والتي زودت بها الوحدات والتي تم تطويرها لمواكبه النظم التكنولوجيه المتقدمه وصولا الى اعلى مستويات الاداء في كافه المجالات التخصصيه. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه الفريق اول صدقي صبحي بتفقد القوات المصطفى والوقوف على المستوى المتميز والروح المعنويه العاليه مؤكدا لهم ان امن مصر واستقرارها يكمن في الاحتفاظ بقوات مسلحه قويه وعصريه قادرة على تنفيذ كافة المهام برا وبحرا وجوا للحفاظ على الامن القومي المصري والعربي. واشاد القائد الاعلى للقوات المسلحه بالاداء المتميز والاستعداد الجاد الذي وصلت اليه كافة عناصر قوات التدخل السريع. اسمحوا لي ان انا اوجه لكم جميعا التحيه والتقدير والاحترام. كان لازم اجي النهارده عشان اطمئن عليكم واسعد كمان باللي انا شفته النهارده فانا عايز اقول للقوات اللي موجوده قدامي انتم بالذات لازم شعاركم يبقى مختلف شوي شعار قوه التدخل السريع مختلف لان احنا بنستمد من الشعار اسلوبنا يعني ادائنا يعني كفائتنا فبقول له كن قويا كن قادرا كن كفءا كن مستعدا ليه محتاجين ده طب ما القوات المسلحة لازم تكون شغاله في الصفات اللي انا بتكلم فيها دي. ده صحيح لكن قوه التدخل السريع اكثر جاهزيه اكثر استعدادا لان رد الفعل لقوه التدخل السريع مش بالليام ويمكن يكون مش بالساعات ممكن ممكن يكون بأقل من الساعات احنا موجودين عشان نحمي بلدنا وحدودنا ولو الأمر تطلب حاجة تانية ممكن نبقى برضو قادرين وجاهزين عشان كده بقول لينا كلنا لازم قوات التدخل السريع تبقى في أعلى الجاهزية واعلى مستوى من الكفاءه القتاليه انا عارف ان انتم بتبذلوا جهد كبير قوي دلوقتي بالذات في كل حته بس القوات المسلحه لازم تكون دايما في طليعه اجهزه الدوله ومؤسسات الدوله في كل شيء عشان احنا محتاجين الجهد ده ومحتاجين الاداء ده وكمان معاه الاخلاص وكمان معاه الامانه وكمان معاه الشرف دي صفات موجوده جوانا جوانا كلنا كمصريين لكن كمان لازم تبقى موجوده بشكل مبالغ فيه في الجيش اللي بيحمي مصر في الناس اللي مستعديه تضحي بنفسها عشان خاطر بلدها مصر فمره تانيه انا بشكركم وبوصيكم شوفوا وبصوا حواليكم كويس الكلمه دي بقولها لنفسي وبقولها للقوات المسلحه وبقولها للشرطه وبقولها لكل المصريين من فضلكم من فضلكم عايزين ننتبه جدا لبلدنا ونحافظ عليها مش عشان احنا بس عشان احنا وعشان خاطر ابنائنا وعشان خاطر الاجيال القادمه مستعجلين شويه ايوه صحيح عشان احنا في صراع مع الوقت ومع الزمن لكن لازم نكون متاكدين ان شاء الله ان احنا بفضل الله احنا منصورين طب ليه ليه متاكدين وعندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعدنا ببساطة خالص احنا بنتكلم على بناء بنتكلم على تعمير بنتكلم على اصلاح يعني لا نبغي الفساد في الارض والايه بتقول ان الله لا يحب المفسدين يبقى عكسها أكيد إن ربنا بيحب المصلحين وإحنا إن شاء الله بنصلح يعني اطمنت النهاردة إن شاء الله باللي أنا شفته كنت مطمن واطمنت أكثر وربنا يحفظكم ويحفظ جيش مصر وشرطة مصر ويحفظ مصر كلها اللهم امين شكرا جزيلا متشكريين. حضر الاستفاف الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة